القسمة مع وجود باقي أجد ناتج القسمة 58 تقسيم 3 وأتحقق من الناتج. هنا راح نأخذ نحلها على صفحة 58 هو المقسوم والثلاثة هو المقسوم عليه. ما ننسى العمليات الحسابية اللي هي الضرب والطرح. 5 بها كم 3، من نطلع بإيدنا 5 بها كم 3، بها 1 بها 3 وحدة. أول شيء قسمنا، أول خطوة قسمنا أول عدد من اليسار، شفنا 5 بها كم 3 بها 1. هسه 1 في 3 3. الخطوة اللي بعدها أطرح، 5 ناقص 3 2. هنا عندي باقي، من طرحت نزل عندي باقي، يصير أقسم الاثنين تقسيم 3، يعني يصير أقول 2 بها كم 3؟ لا ما يصير، لأن يعني الاثنين هنا عندي عدد أصغر من المقسوم عليه، الاثنين عدد أصغر من المقسوم عليه، إذن ما أقدر أقسم 2 تقسيم 3، أنزل الثمانية. صار عندي هنا العدد 28. أكو عدد أضربه ويا الثلاثة يطلع 28؟ إحنا حافظين جدول ضرب الثلاثة. أكو عدد أضربه ويا الثلاثة يطلع 28؟ لا ماكو، بس أكو عدد قريب للثمانية وعشرين اللي هو 27. 27 يا عدد أضربه ويا الثلاثة يطلع 27؟ 9. من أقول 9 في 3 27. ناشن العملية عندي طرح، أجي هسه أطرح طرح عادي، 2 ناقص 2 0، 8 ناقص 7 1. هنا صار عندي باقي اللي هو الواحد، أقدر أقسم الواحد تقسيم 3؟ لا ما أقدر، لأن الواحد أصغر من المقسوم عليه. هنا قلنا انتهت عندي القسمة مع وجود باقي. عندي هنا ملاحظة لازم أحفظها، اللي هي تقول ناتج القسمة في المقسوم عليه زائد الباقي يساوي المقسوم. ناتج القسمة اللي هو 19 في المقسوم عليه اللي هو 3، يعني 19 في 3 زائد الباقي. الباقي وين عندي؟ الباقي اللي هو يكون أسفل القسمة، زائد 1 يساوي المقسوم، يعني لازم هنا يكون عندي الناتج 58. لازم من أضرب 19 زائد 3 9، العفو 19 ضرب 3 9 في 3 27، 7 وباليد 2، 1 في 3 3 زائد 2 4 5. إذن هنا عندي طلع 57 زائد 1، 57 زائد 1 58. إذن طلع عندي ناتج القسمة في المقسوم عليه زائد الباقي يساوي المقسوم، يساوي المقسوم. اللي هنا انتهت عندي القسمة بدون باقي ومع وجود باقي.